السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وي صافا بخير، بارطاجيو معنا الاخوان هذا اللايف. الله يكبر بك، مرحبا بك. شكون معايا؟ الله يطول لي عمرك، انت هاني، امور مزيانه؟ الله بخير الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا، الله يحفظك. شكون معايا؟ معك انوار من امريكا، 24 سنه. انوار امريكا 24 سنه، منين في المغرب؟ من تيمغير نواحي وادي الزات. اييه، من باغي دير التيست؟ من لواحد البنت. شنو سميتها؟ سميتها زاهرة. زاهرة، اها، زاهرة منين؟ من السكورة، في عمرها 22 سنة. سكورة، مسكينة، عرفتي شناهي دارت ليها بح الوريقات من أمريكا للسكورة. شحال في عمرها؟ 22 سنة. وشحال أنت وياها مع بعضياتكم؟ شي 3 شهور وشي حاجة ونص بحال هكا. أرى لي الوراق، النمرة ديالك، أرى لي الوراق ديالها. 06 زيد زيد ولا تسكت. اييه يلا ما تهضرش حتى نقولها لك. اوكي اوكي ما تبغيش لعب بحال الورقات اللي عدوك. الو السلام عليكم. الو زهيرة، السلام عليكم. زهيرة كتسمعيني ولا لا؟ الو، ما كاينش الصوت، كتحركي ولكن ما كتهضريش. معك يلا بغي نقول لها معك. السمع مستري. الو زهيرة، زهيرة السلام عليكم. انا السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. غير هضري هضري، علاش ساكتة؟ نعم، علاش كضحكي؟ علاش كضحكي يا زهيرة؟ الو، كيفاش؟ لاباس بخير؟ ها؟ شو دير هادي؟ الو زهيرة. الو زهيرة. وعلى السلامة، عليكم السلام. شكرا. كي دايرة، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. وقيلة فيقتك من النعاس ياك؟ كنت اوكي. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك مفرجة في البرنامج ديالي ولا عندك شي معلومة عليه ولا والو؟ لا لا. مرحبا وأهلا. زهيرة من سكورة، سن 22 سنة. باش عرفتي؟ انت حاليا راك معنا على المباشر، غير الصوت ديالك في برنامج خطوة قبل الزواج. جانا اتصال من عند واحد السيد حتى هو من سكورة، هو اللي عطاني النمرة ديالك وهاد المعلومات باش نتصل بك. هو حاليا بغى يهضر معاك. هاد السيد قال لنا بلي انت وياه في علاقة حب وبغى يدير لك واحد السيربريز اللي ان شاء الله في مورا العيد الكبير ايام قليلة غادي يجي للدار ديالكم باش يخطبك، وان شاء الله باغي نتزوجوا. وكاينه مفاجاه اكثر ما نقولهاش لك، غندوزو لك هو يقولها لك. اوكي، انا غادي ندوزو لك اختي زاهره. اوكي بلا شك، كنظن راكي عرفتي شكون بعدا. ها
عرفتي هيك؟ كاميرا خفية هادي بلا شنو؟ نو والله العظيم اللي انت معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج مع السي محمد السريري، ومعنا السيد كيتسنى باش يهضر معك، ما كاينش كاميرا خفيه، انا غندوزوك باش تهضري معاه. اوكي، كنظن بلي راكي عرفتي شكون ياك. شنو الاسم ديال الانسان اللي جا في بالك حاليا بلا ما تذكري الكنيه، غير السميه فقط؟ نو، قبل ما ندوزوك اعطيني غير الاسم باش نعرف واش هو، ولا باش ما يكونش شي خلاف ولا شي حاجه. شحال مره كيكون شي انسان كيقول لي تهضر مع شي فلان وهو كيكون في باله واحد اخر، ساكي يصدق واحد اخر وكينوضوا خلافات بيناتهم، غير الاسم باش نقول لك واش هو فعلا اللي متصل بينا ولا لا. اقسم بالله العلي العظيم الا انت حاليا معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج، واقسم بالله الا انا معك سي محمد السريري، احلفت بالله ماشي بك، فهمتي؟ دونك دابا غير باش ندوز لك السيد اللي متصل خاصك تعطينا غير الاسم. سو هذه الاخوان راها 100% غتبقى في السكوره، ما غاديش تمشي للميريكان، ولكن خصها غير تقر. فاطمة قالت لها لا والكاميرا ظاهرة. الو، السلام عليكم. الو، واش كتقطعي ولا عندك شي مشكل في الريزو؟ لا، عندي مشكل في التغطية. اوكي، دونك شنو الاسم ديال الانسان اللي جا على بالك حاليا باش ندوزو لك، حيت عندنا بزاف د المكالمات كيتسناو. ماشينيش في بالي والو. واحد السيد انت وياه في علاقة حب من السكورة، راه من تسعود هو كيصوني تا هو قال لي عنده مشكل في التغطية. يلاه شد ليه خا، تفضلي. لا لا، ما دير حتى شي علاقة حب. لا. اوكي اوكي، قولي لي يا اختي زهيرة. نعم، تفضل. الى جا دق في باب داركم واحد السيد وفيه كاع المواصفات ديال الراجل اللي كتمنى يكون في حياتك، غتقبلي ولا مازال ما كتفكرش في الزواج دابا؟ جواب صريح بآه ولا لا فقط. ممكن تعاود السؤال؟ الى جا دق في باب داركم واحد السيد وفي كاع المواصفات ديال الراجل اللي كتمنيهم انت يكونوا فيه، واش غتقبلي تزوجي به ولا ما كتفكريش في الزواج دابا؟ الا كانوا فيه المواصفات غنقبل. دونك حاليا قلبك ما فيه حتى شي واحد؟ اوكي، وامتى كانت عندك اخر علاقه وربما هذا السيد اللي متصل بينا هو اللي كان معك في علاقه، حيت هو لمح لينا باللي كانوا بيناتكم مشاكل ولكن هو باقي كيبغيك؟ امتى كانت عندك هذه اخر علاقه؟ شحال داز عليها؟ ماشي بالضبط وانما غير شي رقم مقرب، 3 شهور، شهرين، 6 شهور، عام؟ لا، انا اصلا ما عنديش علاقه. برافو عليك، برافو، صحيح. يلا انا ندوز لك السيد اللي اتصل بينا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك. الو، وي زهيرة. ألو، السلام عليكم. وي، معك أنوار، عرفتيني ولا لا؟ كنت عارفها أصلا. ما عرفتي والو، ياك ما كاين حتى واحد في حياتك. لا والله، أقسم بالله العلي العظيم إلا عرفت نتايا هذا، غير أنا ما بغيتش نقولو صافي. لا لا، بنتي على حقيقتك دابا، بنتي على حقيقتك. ما كتبغيني ما والو، غير تطلع عليا. لا ماشي هكذاك، انا غير مبغيتش نفضح العلاقه ديالنا وصافي. كيفاش فتحي السيد كاع ما تيعرفك ما تيعرفني؟ بالصدق انا انفا قال لي غيجي يخطبني مرة العيد، تعرفت لك نتايا. شكرا سي محمد، شكرا شكرا، الله يحفظك، شكرا على هادشي اللي درتي، كنشكرك. انور، وي صافي، راه بنتي على حقيقتك، ياك ما كان حتى واحد في حياتك، نكرتيني ولا؟ ايوا انا هاديك ما عرفتش واش بصح ايداها ولا بصح، ولا غير شي واحد بغا يتفلى، بغيت نقول كلشي. كيفاش غيتخلى عليك؟ صافي، راك نكرتيني انايا. انا ما نكرتكش. نكرتيني اش من نكرتيني؟ خاصك تقطع وخلينا ندوزو نكملو في الخاص. ما كان لا ندوز الخاص لا والو، ندوز عندي لك بلوك. السلام عليكم. شكرا اخويا السي محمد.
الو، السلام عليكم. اختي عزيزة، تحياتي لك. خليك معايا ظاهرة. علاش علاش كذبتي علينا؟ كون قلتي لي بلي راه عندك علاقة مع شي واحد كون حسن. انا شوف خصوصيتي ما كنبغيش تكون حتى شي واحد. ايوا صافي، سلام.